الله عليكم يا اهل الاردن، مكموره اردنيه على اصولها بالزيت البلدي وعلى فرن الحطب، يلا بينا. يا سلام. اكله زاكي ممتازه 100%، من فوق مقرمشه ومن تحت مقرمشه، وهذه اكلتنا من غير زيت زيتون ما بتزبط، ويعتبر فيها المكون الاساسي. اليوم اكلتنا من دوله الاردن الشقيق، وخصوصا من مدينه اربد. وهلا والله يا اخوان بالنشامه والنشميات، ونبدا بالصلاه على حبيبنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبنفتح يا اخوان الجاج وبننظفها وبنقطعها لقطع وبنشيل عنها الجلد، وبعد يا اخوان ما نشيل الجلد بنقطع كل قطعه الى قطعتين، وبنجهز ليمون وخل وطحين وبنغسل الجاج من الزفره. وراح استخدم اليوم بوصفتنا فرن الطابون البلدي، وراح استخدم حطب ليمون وزيتون واولع الفرن واحميه. وراح نقشر كمية كبيرة من البصل، بدنا كيلو ونص للكمية تاعتنا، وسجلوا المقادير عشان تسووها في البيت تطلع معاكم أكلة مدسمة 100%، وأهم شيء هنستخدم فيها الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقشرت كمية كبيرة من البصل، وراح استخدم في هذه الوصفة زيت شكور صافي 100%. طبعاً يا إخوان قشرنا البصل ودمعنا كتير، وجد علينا فترة أحزان هيك كبيرة. وبديت أقطع البصل لمكعبات وسط، لا هي كبيرة ولا صغيرة. هنستخدم يا أخوان زيت زيتون صافي، وأنا استخدمت زيت شكور، زيت صافي 100%. وبنزل نص لتر زيت في الطنجرة، وقبل ما يحمى بنزل قطع الدجاج عشان تتحمر معاي وتاخد لون. دمعنا كتير يا أخوان مع البصل. إيش صار في الدجاج؟ وين المغارف يا محمد؟ يا سلام. وبعد ما الدجاج اخذ صدمه بالزيت راح انزل عليه كميه كبيره من البصل. راح احط عود قرفه وشويه ورق غار، نص معلقه كبيره هيل مطحون، ونص معلقه كبيره فلفل اسود، ونص معلقه كبيره كركم، رشه ملح. وليش سميت المكموره بهذا الاسم؟ عشان الدجاج بنكمر بالبصل والزيت. وبعد ما خلطت البصل بالدجاج بالتوابل لقيت بدها زيت، وضفت كمان كمية كبيرة من الزيت، وراح أغلي كوب مي وأضيفه على الطنجرة وأسكر عليها لمدة ساعة. وبالنسبة للعجنة تاعتنا راح أحط تلتين طحين أبيض وتلت طحين أسود، أنا راح أحط ثلاثة أبيض، وهي واحد طحين أسمر، راح أحط ثلاث معالق كبيرة سمسم، ثلاث معالق كبيرة حبة بركة، نص معلقة كركم، نص معلقة ملح، ونبدأ نعمل بعجينة المكمورة. بسم الله ننزل مية دافية عليها ونعجنها. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح تضيفوا مية حسب حاجة العجنة. تقريبا هيك الأمور تمام، بدأت العجنة تمسك حالها والأمور ماشية 100%. راح أحط زيت زيتون في الطشط يلي فيه العجينة عشان ما تلزق في الطشط، ورايحها لمدة ساعة. وشركة شكور عندها أحجام عديدة من الزيت الزيتون. وعجنا العجينة وخلصنا منها وحطينا عليها زيت زيتون ومنريحها لمدة ساعة عبال ما يستوي الدجاج والبصل. ونطلع اللحمة يا إخوان بعد ساعة ومننسلها ومنرجعها على البصل والزيت. والعجينة صارت جاهزة، منقطعها من 5 إلى 6 قطع حسب الحجم اللي بدك اياه، وبدهن الصينيه زيت وببدا افرد بالعجينه، واول قطعه بتكون هي اكبر قطعه بفردها بالصينيه وبخلي اطرافها لبرا الصينيه، وبحشيها الحشوه اللي سويناها وبرجع بسكرها بطبقه عجين وبستمر بهذه الخطوات لما تخلص معي العجينه. واهم شغله قبل ما ندخلها الفرن بنخزق العجينه عشان تستوي من الداخل. حمينا الفرن يا اخوان من تقريبا ساعتين، ولعنا الحطب وحميناه. بدنا نحط طحين المكموره من ساعة ونص لساعتين حتكون جاهزة، درجة الحرارة الفرن تقريبا من 180 ل 200، وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعود بعد ساعتين. ودخلت المكمورة فرن الطابون وأخذت أقل من ساعتين، والفرن كان حامي والوجه تحمر شوي بزيادة. وياك يا أخوان جهزت معنا، خلينا نقلبها ونصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلبنا المكمورة وطلعت قالب يا أخوان، ونقول بسم الله ونبدأ نقطع فيها. يا سلام. واخذت اول لقمه كانت نار وحشوتها زاكيه كتير ومرتبه طيبه، ومنهمها من جوا وشاب زيت وزي النار، بدا اشي يبرد هيك، سبران كولا لبن. الله عليكم يا اهل الاردن، اكله زاكيه ممتازه 100%، من فوق مقرمشه ومن تحت مقرمشه،
والجوة كمية طراوة مش طبيعية، والبصل والزيت واللحم دايب دوب. بنصحكم يا اخواني تجربوها في البيت وتعملوها، واحفظوا الفيديو عشان تجربوها. تابعونا في لقات غزاوي، وسلام يا اخوان.